عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز 48 صفحة 17 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات للسنة 9 أساسي. إذا التمرين طالبين منا نحل المعادلات الآتية كما كتلاحظوا في السبورة. كما كتلاحظوا في السبورة عندي المعادلات الآتية. عندي المعادلة الأولى هي 2x زائد 3 الكل أس 2 ناقص 5x زائد 2 الكل أس 2. هذه معادلة تشبه للمسابقة الهامة المسابقة الهامة الثالثة اللي هي أ أس 2 ناقص ب أس 2 اللي غتعطينا ماذا؟ أ ناقص ب عامل أ زائد ب. إذا لحل هذه المعادلة سوف أطبق عليها أو أسقط عليها نسقط عليها المسابقة الهامة الثالثة. إذا سوف نقوم بما إذن هي أ هي 2x زائد 3 ناقص ب اللي هي 5x زائد 2 ندير جوج ديال المعقوفات عامل لأن عندنا عامل في المسابقة الهامة الثالثة كما كتلاحظوا عامل أ. هنا درت أ ناقص ب اللي هي 2x زائد 3 ناقص 5x زائد العكس غندير ليه غندير بدل ناقص ندير زائد لأن المسابقة الهامة في أ ناقص ب عامل أ زائد ب في الأول درت أ ناقص ب والثانية غندير أ زائد ب. أ هي 2x زائد 3 و ب هي 5x زائد 2 5x زائد 2 تساوي صفر. بعد ذلك غادي نقوم نحيد من هنا الأقواس نحيد الأقواس إذا ستعطي 2x زائد 3 ناقص غتدخل على القوس هنا كتغير الإشارة ما بين داخل القوسين كتغير الإشارة داخل القوسين إذا ناقص 5x ناقص زائد تعطي ناقص 2 وسط القوس ديالي إذا شنو درت أنا ناقص غيرت ما بين داخل القوسين ثم الطرف الثاني ديال سميتو ديال العامل الثاني اللي هو 2x زائد 3 زائد لا تغير أي شيء داخل القوسين نخلي العملية كما هي هي 5x زائد 2 تبقى هي غادي نحسب دابا ما بداخل القوسين 2x ناقص 5x هي ناقص 3x زائد 3 ناقص 2 هي زائد 1 اعيد 2x او 2x ناقص 5x 2x ناقص 5x تساوي ناقص 3x 3 او زائد 3 ناقص 2 هي زائد 1 اذا حسبنا القوس الاول نمشيو للقوس الثاني 2x زائد 5x تساوي 7x و 3 زائد 5 و 3 زائد 2 تساوي 5 يساوي 0. إذا في الأخير حصلت على عامل كيساوي 0 هذا عامل هذا كيساوي 0. إذا فاش يكون عندي عدد عامل عدد كيساوي 0 يعني أن أحدهما يساوي 0 واحد فيهم كيساوي 0 يعني أن ناقص 3x زائد 1 تساوي 0 أو 7x زائد 5 تساوي 0 ونحل المعادلة ديالي بالصيغة العادية اللي كنت كنعرف في السنة السابعة أساسي والثامنة أساسي نخلي مجهول الجي والأعداد الجي ندوزهم ونخدم هذه زائد 5 دوزيت ولي ناقص 1 ثم 7x دوز 5 ليت ولي ناقص 5 هي x كتساوي ناقص 1 على ناقص 3 لأن عندنا الضرب غيولي هنا الضرب غادي يولي قسمة بدون تغيير الإشارة هنا غيرت الإشارة عندي زائد ماشي الضرب وهنا غيرت الإشارة عندي زائد دازت لي وليت ناقص 5 وهذه زائد 1 دازت لي ولات ناقص 1 وكانت ناقص تولي زائد وكانت هنا ناقص 1 فاش يدوز لها يولي زائد 1 بمعنى عندي زائد 1 دازت لي ولا ناقص 1 وتغير الإشارة تيكون في الزائد والناقص أما في الضرب كنديرو القسمة هنا ناقص 3 المرافق لإكس قسمت عليه أو إكس كيساوي ناقص 5 على 7 هنا لقيت الحلين هادي عفوا هنا نكمل ناقص على ناقص تعطي زائد هي 1 على 3 إذا كنكتب هنا واحد الجملة كنكتبها دائما كنكتبها كنكتبها لتحت كنقول للمعادلة حلين هما شحال ناقص 5 على 7 و 1 على 3 إذا طالبين مني نحل المعادلة وحليت أنا المعادلة كنكتب في الأخير لمعادلتها للمعادلة حلين هما ناقص 5 على 7 و 1 على 3 وبذلك نكون حليت المعادلة الأولى
اذا غنمسح هذه الكتابه اللي كتبت هنا هذه ضروري دير هذه راه ضروري تكتب انا محيتها ما عنديش نكتبها هنا لان غنخرج المعادله الثانيه المعادله الثانيه كما كتلاحظوا عطاونا جوج عامل 2 عامل اكس زائد 1 عامل اكس زائد 6 تساوي اكس زائد 6 الكل اس 2 زائد اكس زائد 1 الكل اس 2 هنا كما كتشوفوا كتلاحظوا لاحظتوا معايا هنايا عندي هنا اكس زائد 1 على اكس زائد 1 واس 2 عندي اكس زائد 6 وهنا اكس زائد 6 واس 2 هذه الى قبضت انا هذا الطرف لاحظوا معايا قبضت هذا الطرف وصيفطته لهيه شتولي ايولي صفر صفر كيساوي هذا ناقص هذا اذا غتكون كتشبه رمل بحال قلتي هذه هي ا وهذه بي وهذه بي اوس 2 وهذه ا اوس 2 وكاينه ما نساوش كاينه 2 هنا كاينه واحد 2 هنا لاحظوا معايا هنا كاينه 2 هذه اللي ما كتشبه لكم نتوما هذه بطبيعه الحال كتشبه المسترقه الهامه الاولى ولا الثانيه وحده فيهم غنطيحوا فيها اذا باش كنلاحظ مزيان كنلاحظ بان هذه بحال هذه ا وهذه بي وخلاص هاد ا ها هي ا اوس 2 وهذه بي اللي هي هذه هي بي اوس 2 لان عندها اوس 2 مرفوعه على اوس 2 اذا فهي شبيهه بالمسترقه الهامه اما الاولى اما الثانيه يعني من خلال العمليه غادي تبان اذا غندي انا هذه ندي هذه شنو تولي غادي لان تساوي بما انها تساوي ما كيهمنيش تساوي المهم في الاخير غتساوي صفر داك الصفر رقم هنايا من هاد الجهه غادي ندير دير بحال ما غيرت غير قلبته رديت هذا لهنا وهذا مشيت ديتو ليه باشارته ما غير حتى حاجه جبت هذا هنا وهذا لهي وغادي من هذا نجيبو لهي غنغير اشارته هذه غنغيرو اشارته هذه غتغير اشارتها غتجينا اكس زائد 6 اس 2 زائد اكس زائد 1 اس 2 بما ان هذه اللي غتمشي للجهه الاخرى غادي نديروها ناقص 2 عامل اكس زائد 1 عامل اكس زائد 6 او غادي نطيح في المسترقه الهامه الثانيه في المسترقه الهامه الثانيه لان هذه هي كما قلت لكم قبيله هي بي اوس 2 فهذه هي ا اوس 2 ناقص 2 ا بي لاحظوا هي المسترقه الهامه عفوا المسترقه الهامه الثانيه اذا قلنا ا اوس 2 زائد بي اوس 2 انا نضرب الجمع التبادلي لان الجمع التبادلي ا اوس 2 زائد بي اوس 2 ناقص 2 ا بي شنو هي؟ هي ا ناقص بي الكل اس 2 هي ا ناقص بي الكل اس داكشي اللي غندير تاهي انا اذا ا عندي هي هي اكس زائد 1 هي ناقص بي بي هي اكس زائد 6 الكل اس 2 يساوي صفر ديال لاحقاش ا هي اكس زائد 1 وبي هي اكس زائد 6 هانتوما لاحقوا معايا ا اوس 2 لان قلنا الجمع تبادلي ا اوس 2 زائد بي اوس 2 ناقص 2 ا بي هي ا ناقص بي الكل اس 2 ا هي اكس زائد 1 هي بي هي اكس زائد 6 هي الكل اس 2 نكمل العمليه ديالنا غير نحيد الاقواس الداخل عفوا هنا كنت ننسى هنا لدينا هنا اي نسيتهم في الجواب الاول جاوب الاول نسيتهم هنا في هذي ضروري من هادو سمح هادو ضروري دارو وبالتالي بس اخر وبالتالي حل المعادله هو اذا هنا اي اذا اي نكمل العمليه ديالي هي اكس قلنا نحل الاقواس اكس زائد 1 ناقص ندخل على القوس ناقص اكس ناقص 6 اس 2 تساوي 0 إذن باش تعطينا اي اكس تمشي مع اكس هذا ناقص اكس مشات مع اكس اكس مشات مع اكس احلو نسطر عليهم بحال هكا باش تبان لي مشات ولا نخليهم اللي بغيتي تخليهم خليهم المهم ما غتبقاش اكس ناقص اكس صفر تمشي بحال هكا اذا زائد 1 ناقص 6 هي ناقص 5 اس 2 يساوي صفر عدد لاحظوا معايا ناقص 5 اس 2 هي 25 تساوي صفر عدد كيساوي شنو هذا شنو نقولوا مستحيل ما يمكنش عفوا ما يمكنش 25 تساوي صفر
إذا المعادلة ما وصلناش للحل، إذا مستحيلة 25 ما يمكن، مستحيل 25 تساوي 0، إذا ما يمكنش 25 تساوي 0، ما يمكنش. إذا شنو نقولوا؟ ومنهم ليس للمعادلة حل، معادلة ليس لها حل، معادلة ليس لها حل، لأن 25 ما كيساويش 0. بالنسبة للمعادلة الثالثة عطاونا فيها جوج عامل x زائد 1 بلوس 2 زائد 4 عامل x زائد 3 زائد 2 تساوي دايرين 2 عامل x ناقص 3 زائد 2 ناقص 4 عامل x ناقص 3 زائد 2. كنلاحظوا بأن كاين واحد التقارب ما بين المعادلتين، هنا x زائد 3 زائد 2 هنا x ناقص 3 زائد 2 هنا x زائد 3 هنا x ناقص 3 زائد 2 زائد 2. هنا باش يمكن لي نحل المعادلة شنو غندير؟ غادي نجيب هادي حدا هادي ونعمل بجوج، ونجيب هادي حدا هادي ونعمل بربعة، وخلاص الجوج غنجيبها حدا زائد جوج تعطي صفر، تمشي بحال الجوج غنجيبها حدا جوج تعطي صفر. لاحظوا كيف غادي نجيبو هادو اللي كيتشابهو إكس زائد 3 أس 2 غنجيب حداها ناقص، لأن زائد تولي ناقص 2 عامل إكس زائد 3 ناقص 3 عفوا ناقص 3 و 6 ثم 4 اكس زائد 3 نجيب حداها ناقص ولي ناقص ولي زائد تولي زائد 4 اكس ناقص 3. جوج اللي عندهم نفس المعامل، هذا عندهم معامل 2 وراهم اس 2 بجوج، هذا عندهم معامل 4 وراهم اس 1 بجوج، ثم زائد 2 هذه ديالي من هنا على اليسار هاد يعني من دوس ولي ناقص 2 تساوي صفر. ها المعادلة كي ولات. دابا غادي نعمل هنا ب 2 هي عامل 2 عامل x زائد 3 أس 2 ناقص x ناقص 3 أس 2 أس 13 زائد هنا غنعمل ب 4 x زائد 3 زائد x ناقص 3 أس القوس الأخرى تساوي صفر، لأن زائد 2 ناقص 2 يساوي هذيك يساوي صفر مشات بحالها، إذا هذيك تساوي صفر مشات بحالها كتلقى لنا تساوي صفر. هنا المستفقة الهامة الثالثة أ أس 2 ناقص ب أس 2 هي 2 عامل إكس زائد 3 ناقص عفوا عامل إكس ناقص 3 إذا أ أس 2 ناقص ب أس 2 هي أ ناقص ب عامل أ زائد ب، أ ناقص ب ديرو معقوفة هنا عامل أ زائد ب، أ ناقص ب لأن هذه أ أس 2 هذه هي أ في المستبقة الهامة الثالثة وهذه هي ب، هي أ ناقص ب هي أ ناقص ب عامل أ زائد عامل أ زائد ب هي إكس ناقص 3 ديالي، ثم زائد هنا غتمشي 3 مع ناقص 3 كتبقى لي إكس هنا زائد ما تغير والو داخل القوسين غتبقى إكس زائد إكس، لأن زائد ما تغير والو داخل القوسين زائد ما كتغير والو كتبقى هي هي إكس زائد إكس هي جوج إكس، ما ننساش 4 على برا نسيت 4 على برا هي 4 عامل 2 اكس نديرها بين قوسين باش تفهم بان جات من هنا من القوس هي بين قوسين. ثم بعد ذلك غنقوم بتسميمات الحساب، غنقوم بتسميمات الحساب كالاتي يعني هذا الشيء اللي خاص في المكتب إذا تولي هي اثنان راه نسيت ديك اي حطويات بقاو ديروهم هادو راه ضروري منهم، اي اثنان عامل المعقوفة لقوس اكس زائد 3 ناقص غتدخل على القوس هنا غتناقص غتدخل على القوس تولي ناقص اكس زائد 3 هنا ناقص 3 تولي زائد 3 هنا ناقص تدخل على القوس تولي ناقص اكس وناقص تدخل على ناقص 3 تولي زائد 3 هي ناقص اكس زائد 3 ناقص اكس زائد 3 عامل
نفس طريقة ما غيتغير والو لأن الزائد سبقة القوس تولي زائد إكس ناقص ثلاثة ثم زائد أربعة في اثنان هي ثمانية إكس هنا أربعة في اثنان تساوي ثمانية إكس إذا تعطينا اثنان عامل هنا إكس مشات مع إكس بقات ستة أ وهنا تمشي ثلاثة مع ثلاثة تبقى اثنان إكس زائد ثمانية إكس تساوي صفر. إذا قلنا نعاود إذا تعطينا 12 في 2 إكس إذا هي 6 0 0 أنا قيس بها 40 إذا تعطينا هنا 12 24 24 إكس زائد 24 إكس زائد 8 إكس تساوي صفر 24 زائد 8 هي 32 إكس كتساوي صفر إذا هي إكس كتساوي صفر لأن 32 ما كيساوي صفر إذا للمعادلة حمل واحد هو صفر للمعادلة ومنه للمعادلة حل واحد هو صفر. أعيد هذا العمل إلينا طويلة شوية. قلت عندنا هنا جوج عامل إكس زائد ثلاثة أوس اثنان كنجيب وحدها جوج عامل إكس ناقص ثلاثة الكل أوس اثنان ها هي يعني. ثم أربعة عامل إكس زائد ثلاثة كنجيب وحدها هاد ناقص أربعة عامل إكس زائد ناقص ثلاثة. ولا تقلنا هذه دازت لهنا ولا تزا زائد ثم اثنان جبت حداها اثنان تساوي صفر بعد ذلك عندي هذه المستغرقه الهامه قلت الثالثه انا نعمل لي عفوا انا نعمل لي اثنان فاش عملت لي اثنان نطيح في المعادله عفوا هنا غادي نطيح في المتطابقه الهامه الثالثه لاحظوا معايا ندير هنا معقوفه باش تبان اذا جات هي هذه جوج عامل هذه ناقص هذه زائد أربعة عامل هادي زائد هادي خلاص جوج ناقص جوج الحمد لله جوج ناقص جوج كتساوي صفر قلنا مشات بحالها بقات صفر غنمشي للعملية الثانية المرحلة اللي من بعدها أي المرحلة اللي من بعدها شنو هي؟ هي غنحيد داك الأقواس ونطبق المستغرقة الهامة ثاني تاهما هي أ ناقص ب هي أ اللي هي إكس زائد 3 ناقص ب اللي هي إكس ناقص 3 عامل أ زائد ب أ زائد ب هي إكس زائد 3 زائد إكس ناقص 3 ونسد المعقوفة ديالو ما ننساش العامل اثنان ثم في الثانية عندنا هاد 3 مع ناقص 3 غيمشيو بحالهم شنو كتبقى لي اثنان اثنان إكس و4 تبقى بعد ذلك نحيد هنا الأقواس ناقص غتدخل تولي ناقص إكس زائد 3 تولي ناقص إكس زائد 3 وهنا غتولي زائد اكس ناقص 3 ما يتغير والو لان كاين زائد قبل القوس هي اللي درت ليه اذا اثنان عامل اكس زائد 3 ناقص اكس زائد 3 هي رسمه بين داخل القوسين هنا ناقص 3 القوس هنا لا ما يتغير والو تبقى هي هي ثم 4 في 2 اكس زائد تساوي 8 اكس بعد ذلك تمشي اكس مع ناقص اكس وتبقى 3 زائد 3 تساوي 6 وهنا قالت لنا 3 مع ناقص 3 كتبقى 2 اكس اذا 2 اكس ها هي زائد 8 اكس 2 في 6 12 12 في 2 تساوي 24 24 ماذا؟ من طبيعة الحال اكس زائد 8 اكس 24 اكس زائد 8 اكس هي 32 اكس تساوي صفر اذا قلت 32 ما كتساوي صفر نعم تنقولوا اما 32 كتساوي صفر او اكس كتساوي صفر هاد 32 ما كتساوي صفر اذا غيبقى اكس هو اللي كيساوي
صفر، فاش يكون عدد عامل العدد راه واحد فيهم كيساوي صفر، هذا ما كيساوي صفر، هذا عدد ثابت، عدد 32 عدد. اذا تبقى اكس هي اللي كتساوي صفر، وبالتالي المعادله الحل الوحيد هو اكس يساوي صفر، يعني المعادله الحل الوحيد هو صفر. وهكذا نكون ان شاء الله قد انهينا انجاز التمرين او انجزنا التمرين 44 صفحه 17 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات للسنه 9 الاساسي، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.